انا اسلام علي مرعي، شاب من شباب الحميدات. بعد ما خلصنا تعليم بقى بالنسبه في الشغل وبالنسبه لظروف البلد، فانا واربع اصحابي فقررنا نعمل فكره بسيطه بتكاليف بسيطه بديكورات بسيطه بالنسبه للمكان، ديكورات بسيطه كده، ونعمل بالنسبه لا تقارن طبعا، بقينا نعمل مناسبات ولا تقارن طبعا بالنسبه لقاعات المدينه. فالحمد لله أربعة شغالين من المكان، وبالنسبة للعمالة بتاع من 10 إلى 15 واحد، والحمد لله كل مصدر دخل الأسر كتير، والحمد لله حققنا نجاح كبير. طبعا مش بالفخامة اللي هي بالنسبة لقاعات المدينة، بس هو مكان يعتمد على الطبيعة، وإحنا موقعنا بين مجرى السيل ونهر النيل وبجوار الكورنيش، فبنعتمد على المكان على الطبيعة. والحمد لله حققنا نجاح كبير ولقينا اقبال من القرى المجاوره، والناس المدينه نفسها بقت تعمل تاج عندنا، والحمد لله يعني ان شاء الله دائما نبقى موفقين.